إذا الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للفولكلور التقليدي هذا العام فيه ثلاثة ديال المناطق تغازوت أكادير وأيت ملول. البرنامج أيضا نوعي بمشاركة كل من فرنسا مصر الكوت ديفوار مالي ومدغشقر. الهدف من المهرجان كيبقى هو ذاك التلاقح الثقافي بين الدول اللي هي مشاركة وأيضا بين الفولكلور والتراث المغربي والمحافظة والتثمين عليه بطبيعة الحال والسفر به لمختلف الأحياء، لأن الهدف ديالنا ماشي دائما دوك السهرات الكبرى ولكن أيضا السفر به وسط الأحياء، مثلا عندنا ساحة مولاي عمر في أيت ملول، عندنا ساحة المسيرة الخضراء في تغازوت، الساحة ديال حي السلام إلى غير ذلك. يعني نسافر بالفولكلور إلى وسط أحياء شعبية، وهذا من بين الأهداف اللي كانت عندنا منذ الدورة الأولى. بطبيعة الحال هذه الدورة تجي من بعد التوقف اللي كان ماشي سهل بسبب جائحة كورونا، ولكن الحمد لله العودة ديال الحياة الثقافية خلتنا أننا نسعى إلى تنظيم هذه الدورة، يكون تنظيم اللي هو محترم ويكون إن شاء الله كيليق الاهتمام ديال الساكنة ديال جهة سوسما بصفة عامة. زول جام غناس سوستغينو لهاشم أبو درار رئيس الفرقة أحواش متفرقين أبو درار اللي تؤسسنا سنة 2018. غوم زوارو أنسني مير الصحافة اللي حكفاني لقت داس انك في مكة اين غميس دا في تربوت وحواش نتفخين ودراز ما يتعلقنا المشاركة نحا غمس والمقارزة بالنسبة والمقارزة المشاركة نحا نرى نمثل تمازير نرى نمثل تمازير نحو أدرار أنزي أنزي نرى نمثل أنا وانت زوري اللي تدانا أريد حياة بأنه يدرس الشباب شوية نراو كان نرى أتي نحيو وأنا كان الهدف نحن نرى نحن أنا وزن تزورية نرى مدنا داسني أن تزوري تمازيغ تتلي خصتي مكة نداعم يخصتي مكة نتشجيع يخصت واهلي واهلي كي كان نرى نسلك مئة تبرات يمدن كل شيء المقارنة اللي تجي المقارنة ذكرنا يطلب البلاصه اللي تعلق نسوانا وزن زوري وخاصة أحواش نتفرخين. شكون قلنا التنيا حواش نتفرخين ودرار إلا قلت مش كل حواش أو نيفو اللبزة الصناعة التقليدية مثلا النقرص زيدوكان تيمن سيتا تقبورت غير كندير كاز حتى تني ونيفو الإيقاع حتى تني لونايلم ونيفو نتورارين مثلا أنت فاتي قبورين نتمازيغت نتمازيغت وكان غير الهدف منح وكان المسلم مير كله ما يدعمنا المقارنة أن نفرح باهرة دورة يا غنتشارك صحواش نتفرخين وكان راه نتني حتى نمير النون تنمير في الصحافة كل شيء أيوز النون تدرتي تمازيغ تمازيغ تدرتي.